السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. احنا وصلنا للكورنيش المشاهدين الكرام، البداية ديال الكورنيش هو هذا. منظر رائع اخوتي، كما كتشوفوا منظر زوين بزاف. ندخلوا هذا الباركين هذا اللي تحت، نصوروا شويه تما ان شاء الله غيعجبكم الفيديو. انا منظر الليل زوين بزاف الصراحه. غادي ندخلو من هنايا، حنا دخلنا البارك، غنصورو شوية هاد المناطق اللي كاينة هنايا. حنا جينا كما كتشوفوا المنظر اللي كاين على الكورنيش،
هنا كتشوفوا القهوة خاوية، كاينين غير شوية الناس وصافي. صراحة دابا راه مول المغرب نورمال خصو يكونوا الناس بزاف، ولكن دابا كما كتشوف كما كتشوفوا هاد القهوة هادي درت عاود درت ليها الفيديو، ولكن ان شاء الله شي خطرة اخرى عاوتاني نديرو ليها واحد الفيديو. كتشوفو منظر زوين الصراحة، منظر رائع. منظر زوين اخوتي. البارك راه خاوي شوية كما كتشوفو، ما عامرش ماشي بحال ديما، يعني خاوي يعني ما عامرش بزاف الصراحة. دابا الناس مبقاو كيجيو بزاف كما كتشوفو. السلام عليكم. كما كتشوفوا المشاهدين الكرام، الحسيمة عندها واحد المنظر زوين بزاف، مناظر ما شاء الله الصراحة. غادي ندورو الجهة أخرى. كما كتشوفوا الدنيا خاوية شوية، يعني الناس مبقاوش كيدورو دابا بالليل بزاف، السياح نقصو في هاد يعني في هاد الأيامات. يا هاد الأيامات الصراحة الأسبوع اللي فات راه كانو الناس بزاف الصراحة، ولكن القهوة راه هاد القهوة راه دايما كتعمر، القهوة راه دايما كتعمر كما كتشوفو، دايما عامرة هادي دايما. فيديو زوين اخواتي. كما كتشوفوا البحر راه عادي، يعني كانت قطع من الطيب شحال جلست في البلاصة هادي، كانت عامرة الصراحة، ولكن دابا تبدلت القضية لأن الجو تغير دابا. وكما كتشوفوا المشاهدين الكرام المنظر بالليل كيكون زوين بزاف.
هيكون ما شاء الله زوية بزاف صراحة. ونكتفيو بهذا القدر المشاهدين الكرام، نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش الاشتراك معنا، الله يسلمك، اللي مشترك معنا اشترك معنا، احنا دائما معكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.